اللي كتاسف ليه اكثر هو سي هاد التوقيف اللي كيكون سي شي تي نارم ا دوبل كتوقف ثلاثه الاسابيع يعني مزيانه الا كنتي باش ترتب الاوراق ديالك خيبه على التنافسيه لان اغلبيه ديال الانديه على شتي توقف كيكونوا لاعبين لا كوب لاعبين لا كوب دافريك لاعبين لا كوب دي ترون لاعبين شامبيونه حنا اوني با كومبيتيتيف حنا باركين كنتسناو دابا ملي لعبنا هذه المقابله بركنا ثلاثه أسابيع احنا لعبنا هذه المقابله دابا غنبركو 10 ايام عاد نلعبوها ثاني يعني بغا نلعبو مع بركان حتى ثلاثة من غير هذا يعني تيلعبو الدومي فين ثلاثه يعني 10 ايام اخرى ف ف ف بلوس باش تلعب مقابله واحده ما كتكونش كبيره